السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. نحن اليوم أمام الوادي الذي يقسم حديقة المغرب إلى نصفين، يتخذه سكان المدينة وكذلك بعض الزوار كمكان للاستجمام ومتنفسا لأبنائهم. خضرة وهدوء ممزوج بخرير المياه، المكان يسمى عوينسدندان، مدينة صفر، وكما تعلمون مدينة جميلة تزخر بالعديد من الأماكن الطبيعية الخلابة. فعلا إنها حديقة المغرب. شباب المدينة يبدعون من أجل إعطاء المكان رونقا وجمالا. سيدي هذا المنتجع جميل، وأنتم كتشوفوا جايب وليدي راه كيتبحر، والبنيته ديالي راها فين راه كتبحر. اسيدي نتمنوا هاد الناس هادو الدراري هادو يريقلوا هاد الشيء مزيان ويقادوا هاد الشيء. هاد الشيء ما نتمناو غير هاد الشباب هادو الدراري الصغار كيعوموا بسكن يلقاو فين يعوموا. يا ما نكرهوش هاد الشيء، هذا يبقى ديما هاد الناس يقولوا المدينه جميله، ولا بغاو حتى هاد الناس هادو يزيدوا يكملوا عليها هاد الناس ديالنا. هذاك هو الفضل وراس المال. السلام عليكم. السلام عليكم خوتي، كما كتشوفوا معنا واحد المتنفس في جرد هاد لابيسين، هما كما كتشوفوا هنايا الدراري كيعوموا. هذا المتنفس الوحيد اللي عندنا، واللي بغى يزورنا ويشوف المكان مرحبا به. وهذا ما نقولوا السلام والامان، وحنا مازالين كنضربوا تمارين ومازال غادي تزيد زيان. هذه غير الصوره الاولى معنا، مازال نتلاقاو مره ثانيه ان شاء الله، وغادي تشوفوها احسن من هكا. راه غير شي شويه ديال الماتيريال اللي ما عندناش، وغير كنديباني وغير بيدينا وما عند الناس. كل مره راطو من عند هذا، مره بالا من عند هذا، راه الجير وغير كنعاونو من عند عباد الله، والله الا من عند عباد الله بالله. كنتمناو اللي بغى يجي يزورنا ولا شي يجيب وليداتو ولا هذا، راه بحال الجميع، الامان والسلام وشكرا. واللي بغى يجي مرحبا به. انتم كما كتشوفوا الدريورين كيعوموا حياه، هما اللي بغاو يجيو الاسر يجلسوا كيف العاده بحال جميع المناطق، عين السلطان، سيدي حرازم، مولاي يعقوب، كيف داك الناس كيف هكا. ومازال غتزيد زيان ان شاء الله. وشكرا وشكرا بزاف القناه اصوات، الله يحن عليكم وشكرا لكم جزيلا. مزيانه. كنجي نتبرد بحيث الحراره، كنجي نتبرد بحيث البلاصه مبرده وزوينه زوينه هاد البلاصه بزاف. تعجبكم هاد البلاصه؟ شكرا. أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. دمتم في رعاية الله.